صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 42 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 83 لسنة 2020 بعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جاء في المرسوم المادة الأولى تحل عبارة وزير العمل محل عبارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أينما وردت في المرسوم رقم 83 لسنة 2020 بعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل المادة الثانية تعين السيدة فاطمة عبد الغني إسماعيل عضوا في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بدلا من السيدة مها عبد الحميد مفيز وتكون مدة عضويتها لنهاية مدة المجلس الحالي